خطة المدى المتوسط ليها أهداف. الهدف الأساسي إزاي إن هي تعمل سيطرة على التضخم، عشان التضخم تحدي كبير للاقتصاد وتحدي كبير للمجتمع التركي والمواطن التركي. وفي ذات الوقت هناك أهداف للرئيس أردوغان ولفريقه إن هم يحافظوا على نسبة النمو، على نمو الناتج المحلي وعلى نمو الاقتصاد. هم يريدون استمرار النمو، هم يريدون استمرار توليد الوظائف. يعني هم بيتكلموا على 909 ألف وظيفة عايزين يولدوها كل عام، فده يتطلب طبعا نمو في الاقتصاد معتبر عشان يستطيعوا يحققوا ده. طب ازاي هو يطبق سياسة تشديد نقدي وفي ذات الوقت يقدر ان هو يحافظ على النمو؟ ده التحدي اللي هو هيواجهه. لكن اهدافه الاساسية زي ما قلنا، يبقى هو عايز ان هو يسيطر على التضخم، عايز ان هو يقلل من انخفاض سعر العملة التركية، وفي ذات الوقت يريد توليد الفرص العمل ويريد المحافظة على نمو الاقتصاد. الرئيس التركي عنده أهداف طموحة، بيتحدث إن عايز يصعد بالاقتصاد التركي من 900 مليار دولار حجم الاقتصاد الحالي إلى 1.3 تريليون دولار في آخر الخطة في 2026. عايز إن يصل متوسط دخل الفرد التركي إلى 14.855 دولار بنهاية. عايز إن تركيا تنتقل من الدول متوسطة الدخل إلى دول عالية الدخل. طبعا ده تحدي في ضوء زي ما قلنا التضخم، وفي ضوء انخفاض سعر العملة اللي موجود، في ضوء طبعا الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة. هو الحقيقة هم ما طرحوش آليات تفصيلية، ولكن طرحوا خطوط عريضة لخطتهم، وطرحوا أهداف محددة بأرقام محددة. هيطبق تشديد نقدي، وده حتى اللي حفيظه اركان محافظ البنك المركزي اكدت عليه في اليوم التالي للمؤتمر الصحفي اللي عقدوه. فبعد ما يعني اكدوا ان هم مستمرين في سياسه التشديد النقدي، سياسه التشديد النقدي معناها بمعنى ادق ان هم هيستمروا في رفع سعر الفائده. زي ما حضرتك عارف، سعر الفائده من ساعه ما الفريق الاقتصادي تولى قفزوا بيه من 8.5 الى وصل الان 25%. البعض بيتحدث أن ربما يصل إلى 35% في اجتماع 21 سبتمبر، وربما يتجاوز ل 40% على آخر العام. طبعا ده الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة، إن هو عايز يقلل سهولة الحصول على القروض خاصة للمستهلكين، يقلل الاستهلاك، يقلل العرض، وبالتالي يعمل سيطرة على التضخم إلى حد كبير. من بعض برضو سياسات التشديد النقدي الضرائب اللي هم فرضوها، حزمة الضرائب اللي فرضوها وحزمة ورفع الرسوم اللي فرضوها، ودي بتستهدف لهدفين. عايز ان هو يزود دخل الحكومة، ولكن في ذات الوقت برضو عايز ان هو يسحب السيولة اللي موجودة في الأسواق. فزود الضريبة على دخل الشركات، زود الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، زود الرسوم على الخدمات بشكل عالي جدا، زود الضريبة المفروضة على الوقود. كل ده بيستهدف إلى ان هو يسحب السيولة من السوق. فده سياسة التشديد النقدي اللي هم ماشيين فيها. ولكن في ذات الوقت بيتحدثوا، وده طبعا كان في مصادر تحدثت عن توجيهات صدرت من محافظ البنك المركزي حفيظة أركان لرؤساء البنوك، ان هم يوجهوا القروض بدلا من كونها قروض استهلاكية الى قروض خاصة في مجال التصنيع للتصدير. فهو عايز يولد فرص عمل، ان بدل ما يوجه القروض بتاعته تجاه الاستهلاك، تجاه كروت الائتمان وغيرها، لا انا عايز اوجه القروض اللي موجوده تجاه التصنيع للتصدير عشان اشجع التصدير. حاجه ثالثه اتحدث عنها امس محمد شمشك، مش في المؤتمر الاقتصادي اللي كان عامله الرئيس اردوغان اول امبارح، لا في مؤتمر ثاني لقاء مع الميديا امبارح، محمد شمشك تحدث ان هم سيبحثوا مصادر تمويل خارجيه. وبالفعل في انباء او في تاكيد إن البنك الدولي بيرفع الاعتمادات والتمويل اللي كان معطيه للحكومة على مدار 3 سنوات، بعد ما كان 17 مليار دولار هيرفعه ل 35 مليار دولار، يعني أكثر من الضعف. كل دي يبقى دي المحاور اللي هم بيحاولوا إن هم يبنوا عليها. أخيراً هو إعادة هيكلة الاقتصاد، إن هم بيتحدثوا إن إحنا هنوجه الاقتصاد بتاعنا تجاه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. بدل ما كان بيركز على صناعات كثيفة العمالة، بدل ما كان بيركز على صناعات التجميع، لا أنا عايز أنتقل بالاقتصاد التركي إلى ناحية سواء صناعة الخدمات
أو صناعات ذات القيمة المضافة العالية. والفريق الاقتصادي الجديد والإدارة الاقتصادية الجديدة تواجه تحديات ضخمة، وطبعا أهمها وأخطرها تحديين السعر العملة التركي. العملة التركية مثلا خلال هذا العام فقدت أكثر من 10% من قيمتها، بالإضافة إلى تحدي التضخم. احنا التضخم وصل في الشهر الماضي إلى 59%، وكان وصل في أكتوبر الماضي إلى أعلى نقطة كان وصل إلى 85%. خلينا نأكد على حاجة، إن في قروض أو تمويلات البنك الدولي دي خلاص دي اتفق عليها. في أنباء بيتم نفيها عن اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، في إشاعات أن ربما يكون هناك اتفاق على حزم التمويل مع صندوق النقد الدولي تصل إلى 40 مليار دولار، بس هذه الأنباء غير مؤكدة وبيتم نفيها، وطبعا هيبان إذا كان ده هيتجه لها. ولكن في حاجة تانية اللي هي مصادر التمويل الخارجية. تركيا أخي الحبيب لم تتوقف أبدا عن مصادر التمويل الخارجية، ولكن كان من خلال القطاع الخاص. وإحنا عندنا في هذا الأسبوع أنباء تديك مفتاح عن مدى استجابة الأسواق العالمية لذلك. حصل حاجتين، بنك يابي كريدي وبنك وقف، اثنين بنوك مشهورين، طرحوا سندات في الأسواق العالمية ونجحوا في تجميع 1.3 مليار دولار هذا الأسبوع. ده مصدر تمويل خارجي، هو بيجيب فلوس من برة علشان بيقترض كبنوك علشان يستطيع ان هو ينفذ بقى مشروعاته على الأرض. حاجة تانية، في شركة طرحت نفسها للاكتتاب العام، شركة خاصة بمنتجات الأطفال اسمها إي بيبك. هذه الشركة عندما طرحت نفسها للاكتتاب العام هذا الأسبوع في تركيا نجحت في جمع 70 مليون دولار من 24 مؤسسة عالمية مالية. يعني وده دليل ان بدأ المستثمرين العالميين اللي هي مصادر التمويل الخارجية تهتم بتمويل المشروعات. كذلك لو بصينا من ساعة ما الفريق الاقتصادي تولى من يونيو الماضي حتى بدايات شهر سبتمبر، البورصة التركية دخلها 1.4 مليار دولار من الخارج. لشهية المستثمرين لما شعروا أن الفريق الاقتصادي يتوافق مع سياسات الغرب ويتوافق مع السياسات العالمية، بدأوا أن هم يرجعوا عشان لديهم ثقة أن الاقتصاد التركي لديه المؤهلات كي ينهض. فبالتالي بدأ الكل أن هو يبدأ يدفع ذلك. امبارح كانت الفاينانشال تايمز منزله تقرير عن الاقتصاد التركي وتحدثت عن انباء ان كثير من صناديق الاستثمار العالميه بتعيد تقييم موقفها، خاصه من الشركات والمؤسسات غير المعروفه في تركيا. يعني في شركات معروفه كبيره، كوتش جروب ولا ال سي وكيكي ولا غيره، لا ده كمان هم دلوقتي بينظروا الى الشركات سواء الناشئه أو الشركات غير المعروفة علشان يستثمروا فيها سواء في البورصة أو سواء باستحواذ جزئي أو سواء باستحواذ كلي، علشان هم شايفين أن الاقتصاد التركي لديه فرصة. هو الحقيقة الودائع الليرة المحمية تحدي كبير جدا للحكومة التركية، وعشان حضرتك تتخيل هذا التحدي، 26% من ودائع البنوك، 26% أكثر من ربع ودائع البنوك التركية هي الآن محمية ضد تقلبات العملة. الحجم ده 92 مليار دولار. تخيل سيادتك 92 مليار دولار. ايه التحدي اللي موجود؟ التحدي الموجود طبعا هي عملت ميزة برضو، لابد ان احنا نذكرها. عملت ميزة ان هي منعت عملية الدولارة، ان انا كصاحب وديعة لما الاقي ان انا باخد عمر الوديعة بتاعتي محمية ضد تقلبات العملة، فبالتالي بفضل محتفظ بوديعتي بالليرة التركية ما بلجأش للدولار، فبالتالي قللت الطلب على الدولار وقللت الضغط على الليرة التركية. فعملت عملية نجاح الى حد كبير في هذا الامر، ومنعت بالتالي انهيار سعر العملة الليرة التركية اكتر مما حدث. نعم. التحدي اللي موجود ان هي ارهقت الموازنه، ليه؟ البنك المركزي هو اللي مطالب ان هو بيدفع هذه الفروقات. فاحنا بنتكلم من خلال الكام شهر اللي فاتوا، يعني احنا في بدايه العام كان سعر الدولار 18.75، الان سعر الدولار قارب وصل لل 27. فلو واحد حاطط وديعته ب 18 في اول السنه بسعر اللي هو 19 الى ربع، الان الحكومه مطالبه ان هي تعوضه عن كل دولار هذا الكم من الليرات.
طبعا عبء ضخم جدا 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 عليها. المشكله اللي موجوده ان انت لو جيت اوقفت هذا بسعر فائده منخفض اللي هي بيسموها سعر سلبي، اللي هو اقل من سعر اقل التضخم. يعني انا عندي معدل الفائده 59%، بدي للناس النهارده فائده على الودائع مثلا 25%، يبقى كده الناس كانها بتخسر الفرق ده، كانها بتخسر ما يقرب من مش عارف الفرق بين 59 و25، فرق ضخم جدا. اربعه نعم كده هيكون البديل بالنسبه لي انا كصاحب وديعه ايه؟ ان انا الجا للدولار، ان انا اقول طب ما خليني بقى عشان اضمن فلوسي الوديعه بتاعتي اللي هتتفك النهارده مش هتبقى محميه، لو انا ليا 100,000 ليره هروح اشتري بيهم دولارات. فتخيل حضرتك هيحدث طلب على 92 مليار دولار. طبعا ده هيبقى ضغط عالي. فهم الحقيقه بين المطرقه والسندان. يكملوا في الضغط وان هو مضطر ان هو يدفع للناس وبالتالي مضطر يطبع ليره وده هيساعد على التضخم، ولا ان هو يوقفها وده هيؤدي الى انهيار سعر الليره نتيجه للطلب على الدولار. الحل اللي احنا شايفينه الاتجاه اللي موجود ان هو هيعملها تدريجيا. نتوقع ان هو يرفع سعر معدل الفائده زي ما قلنا احتمال يرفعها ل 35% في اجتماع 21 سبتمبر، احتمال يوصلها ل 40%، مش هيفك الودائع مره واحده، انما كل ما الودائع تخلص يفكها. فبالتالي الفك الودائع ديت او انهاء نظام التعامل بالودائع المحميه ينتهي خلال 6 شهور، فخلال 6 شهور هو بيكون بيرفع تدريجيا الليره فيقلل الطلب على الدولار. هل هينجح ولا لا؟ هي قنبله موقوته. وهو تحدي كبير وكره من اللهب يعني في حجر الفريق الاقتصادي. هي مش مخيبه للامال، هي واقعيه. ولكن هناك تناقض الحقيقه وهم ده تحدي هم موجود في عندهم. خليني الاول اقول لك حضرتك حاجه، مدرسه الفريق الاقتصادي الجديد ايه عشان نقدر احنا نستوعب هم بيفكروا ازاي. وانا كرجل اعمال او كرجل استشاري لكثير من مؤسسات الاعمال اقول لحضرتك ان هذا هو الاتجاه الصحيح. النهارده انا كمستثمر عايز اجي استثمر في السوق التركي. فلازم تكون بالنسبه لي الصوره واضحه لما باجي اعمل دراسه جدوى. عشان عايز اعمل مشروع، عايز اعمل مبنى، عايز وات ايفر. طب جيت عند حضرتك لازم يكون الصوره عندي واضحه ودقيقه. المشكله كانت موجوده خلال ال5 سنوات الماضيه ان كل توقعات المجموعه الاقتصاديه كانت تبتعد كثيرا عن الواقع. فبالتالي فقدت الحكومه التركيه والنظام الاقتصادي التركي المصداقيه لدى المستثمرين، سواء بقى مستثمرين عرب، مستثمرين اجانب، مش مشكله. الكل ما بقاش عنده ثقه. الرقم انا مش عارف، عندي ضبابيه في المشهد، مش عارف انا بالظبط هحط فلوسي هترجع لي كام وابني دراسه الجدوى بناء على اي دراسه دقيقه، مش موجود. الارقام اللي اعلنها الفريق الاقتصادي هي ارقام اقرب للواقع، فيها تحدي عشان فيها بعض التناقض هشرحه لحضرتك بعد قليل، ولكن في الاخر هي اقرب للواقع. فانا كمستثمر كنت لسه امبارح بتناقش مع احد رجال الاعمال الكبار العرب وكان بيقول لي زي ما اقول لحضرتك، قال لي يعني النهارده لما بيقولوا لي ان الدولار هيوصل اخر 26 الى 47.8 ليره، طب ايه اللي يخليني ان انا اجي استثمر واحط فلوسي بالليره؟ قلت له ماشي، يبقى هو هنا ده من باب الشفافيه. فبالتالي حضرتك هتعمل دراسه جدوى حقيقيه لما تيجي تضع فلوسك انت تضمن بنسبه كبيره جدا ان نسبه المخاطره قليله، وعارف هتعمل مشاريع ناجحه، تولد فرص عمل ناجحه ازاي. وفي ذات الوقت المؤسسات العالمية وصديق الاستثمار بتبدأ تبني ثقة مرة أخرى في النظام الاقتصادي وفي الإدارة اللي بتقود الاقتصاد، وده عامل مهم جدا 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 وإحنا بنعمل أي دراسة جدوى. مدى الثقة في الإدارة الاقتصادية، مدى شفافية دقة التوقعات. طيب هو بيراهن على إيه؟ بيراهن على إنه هيزود الصادرات بتاعته. يعني إحنا النهاردة هم متوقعين سنة 23 ان هو يصدر ب 255 مليار دولار. هو يتوقع او يخطط بمعنى ادق ان هو يصدر ب 302 مليار دولار على نهاية سنة 26. هذه الزيادة المضطردة في الصادرات طبعا ده معناها زيادة في الانتاج، ده معناها زيادة في فرص العمل، ده معناها نمو اقتصاد 5% زي ما هو
قايل في الخطة بتاعته، فده بالنسبة له بيساعده. سعر العملة بينخفض بيساعد الصادرات، ولكن في ذات الوقت ما بيقلوش الأثر العالي على التضخم. هل هينجح في ده ولا لا؟ هذه الافتراضية فيها تحدي، فيها يعني فيها مغامرة، ولكنها أقرب للواقع. وخلينا احنا نقول ده الواقع اللي احنا بنواجهه. الاقتصاد التركي بيواجه تحديات. الفريق النهارده بيعالج هذه التحديات بواقعية. لو احنا هندفن راسنا في الرمل سنواجه كارثة لو والعياذ بالله في الاقتصاد التركي. وبالمناسبة الاقتصاد التركي استاذ احمد مؤهل ان يكون اقتصاد قوي جدا، وفعلا الكلام بتاع الرئيس اردوغان ان تركيا تستطيع ان تكون من الدول ذات الدخل المرتفع، نعم تستطيع ان تكون دولة رائدة في الاقتصاد، نعم لاسباب عديدة. اسباب ان هي عندها الكوادر، عندها السوق، عندها العمالة، عندها الكفاءات، عندها الموقع الجغرافي، عندها العلاقات السياسية، لديها كثير من المؤهلات. فالاقتصاد التركي نعم اقتصاد قوي يستطيع أن ينهض، لديه مشكلات هيكلية محتاجة للعلاج، أيوة ابدأها بالشفافية، واجه المشكلات دي عالجها، هتقدر إنك تعمل قفزة في الاقتصاد التركي بسبب العجز التجاري. العجز التجاري هو سبب رئيسي، وعشان كده أحد محاور البرنامج الاقتصادي إن هم عايزين يقللوا العجز التجاري. العجز التجاري اللي هو بمعنى أدق أو عجز المدفوعات، الفرق أنا بصدر بكام وبستورد بكام. تركيا دولة فقيرة في الموارد الطبيعية خاصة في الطاقة. فاتورة الطاقة التركية تتجاوز 90 مليار دولار. وعشان كده تركيا مدية أهمية كبرى لموضوع التنقيب عن الغاز وعن البترول، ومدية أهمية كبرى لموضوع اتفاقيات غاز شرق المتوسط. عشان هو بيضطر يدفع كل سنة 90 مليار دولار فقط فاتورة الطاقة. غير بقى فاتورة الطاقة، هو بيستورد كثير من المواد الخام عنده. مدخلات الإنتاج بيضطر إن هو يستوردها. فالنهارده لما أجي أصدر 255 مليار دولار، فأنا محتاج أستورد في مقابلهم كثير من المواد الخام عشان أقدر أطلع المنتجات اللي هصدرها ب 255 مليار دولار، فضلا عن المنتجات اللي أنا بستخدمها للمجتمع المحلي. العجز المدفوعات، العجز التجاري كان وصل لأرقام عالية جدا، كان وصل ل 6% من إجمالي الناتج القومي، وده رقم عالي جدا. هما بيستهدفوا إن على آخر سنة 26 ينزلوا بالرقم ده، عايزين ينزلوا بيه السنة دي ل 4%، وده فعلا بدأنا نشوف تراجع في ميزان المدفوعات، بدأنا نشوف تراجع في الواردات شهر عن شهر، ده بيحدث، وده طبعا هيؤدي لانكماش نتكلم عليه لاحقا، أو إلى مخاوف انكماش. إنما هو بيستهدف إن العجز في ميزان المدفوعات يقف عند 2.3% في آخر 26. هينجح في ده؟ ممكن جدا ينجح في دوت، ان هو زي قال الواردات. طبعا ارتفاع سعر الدولار بيضع عبء على الواردات برضو، يعني وده حاجه ليه في الاخر المستهلك بيفضل المنتج المحلي. النهارده لما الاقي عندي بدله مستورده وبدله انتاج محلي، والانتاج المحلي التركي جودته عاليه جدا وينافس، فالناس بتبدا تسيب الماركات العالمية وتلجأ للماركات التركية في بقى منتجاتها، ليه؟ عشان تكلفة المنتج الأجنبي بتبقى مرتفعة جدا نتيجة انخفاض سعر الليرة. طبعا حسب الكتاب، حسب المراجع، حسب العلم، طالما انت بترفع سعر الفايدة وطالما انت بتعمل سياسة تشديد نقدي، المنطقي ان انت هتخش في ركود. طيب النهارده هو بيخطط ان هو يوصل ل 4.4% نمو السنه دي، هيخليها 4% السنه الجايه، او بيخطط ل 4% السنه الجايه، وزي ما حضرتك قلت 4.5 و5 بعد كده اهوت. طب ازاي هيعمل ده وهو بيعمل سياسه تشديد نقدي؟ ده التحدي. هيحصل انكماش في الاستهلاك، ايوه. هو بيقول ان هو هيجيب مصادر تمويل خارجيه ويوجهها نحو التصنيع، ونحو خاصة في المنتجات والخدمات ذات القيمة العالية، هيولد بيها فرص عمل، هيزود بيها التصدير، هيقلل بيها العجز التجاري. ده محاور الخطة بتاعته. إنما المنطق إن ما سيحدث أن ربما نشهد
بعض المؤسسات العالمية، يعني رويترز كانت عملت استطلاع رأي للاقتصاديين، فالاقتصاديين قالوا لا احنا لا نتوقع الاقتصاد التركي يشهد نمو 4.4% على اخر السنة، احنا شايفين ان هو هيوصل 2.3%. برضه عشان حضرتك الارقام تبقى في ذهن المشاهد الكريم، احنا كنا وصلنا في الربع الاول كنا 3.9%، الربع الثاني 3.8% نمو. هل هذا النمو في الربع الثالث والرابع هيستمر؟ شخصيا اتوقع ان يستمر بشكل او اخر، بسبب اولا وجود سياحه، السياحه فيها طفره بشكل عالي جدا، اول ست شهور كنا شفنا 22 مليون سائح دخلوا 22 مليار دولار، متوقعين السنه دي ان هم يقفلوا 55 مليون سائح يدخلوا 55 مليار دولار. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في ضخ في الاقتصاد، خاصه في عمليه اعمار مناطق الزلزال. احنا عمليات اعمار مناطق الزلزال ستبلغ تكلفتها الى 3 تريليون ليره طبعا على عده اعوام. نعم. فده بيشجع الاقتصاد، انت بتعيد بناء، ده بيوجد عمليات انتاج وبتزود الناتج القومي، بتزود نمو الاقتصاد. اخيرا الاتفاقات التي تمت مع دول الخليج بتساعد برضو الى ضخ سيولة والى ضخ اموال في مشاريع. احنا الجولة اللي كان قام بيها رئيس اردوغان في دول الخليج، الاتفاقات يعني مثلا عمل اتفاقات مع دولة الامارات لوحدها 51 مليار دولار، طبعا مش هيدخلوا السنة دي كلهم مرة واحدة، هيحتاجوا وقت طبعا يدخلوا، بس احنا بنتكلم مالي استثمار متوقع من دول الخليج خلال العامين القادمين ما يقرب من 100 مليار دولار. كل ده ممكن يساعدك ان انت تتجاوز الانكماش. في الاقتصاد استاذ احمد ما نقدرش نقول بالضبط ما سيحدث. المدخلات كتيره جدا والعوامل متعدده. ما حدش يقدر يتوقع ويقول لك 1+1=2، في الاقتصاد 1+1 ما يساويش 2 خالص. في عوامل انسانيه، عوامل سياسيه، عوامل جغرافيه، المنافسين، ردود افعال الاسواق، ردود افعال المستثمرين، المزاج العام للاستثمار، حاجات كتيره جدا. لكن قدامنا الاثنين سيناريو. سيناريو اللي هم شايفينه ان هم سيستطيعوا تحقيق نمو مع سيطره على التضخم. السيناريو الاخر انه ربما يحدث انكماش للسيطره على التضخم. بس بلا شك هم لازم يسيطروا على التضخم. اتمنى الا نشهد ذلك. عايز حق ربنا انا خايف ان ده يحصل. واتمنى الا ينفد صبر الرئيس اردوغان ولا يخدم على هذا الاجراء اللي انا بعتبره هيبقى خطا كبير جدا. امبارح محمد شمشك سالوه في المؤتمر الصحفي اللي كان مع الاعلاميين وقال لهم انا عندي مسانده تامه من الرئيس اردوغان للبرنامج اللي احنا بنعمله. وانا لا اتحدث ولا اسمع عنها، انا اراها بنفسي. قال كده نص. فالمغامره هتبقى كبيره جدا يا جماعه. لو حدث تراجع في اللي عشان هذه المره ستفقد مصداقيه المجتمع الاعمال بشكل كبير جدا. بغض النظر عن السياسه، في الاخر الناس عايزه تحس ان انت ماشي على السياسه ومستمر عليها، سواء بقى السياسه دي كانت يمين يسار، او مش بتكلم على موافقتي على هذه السياسه من عدمه، ولكن في الاخر ان انت تقعد رايح جاي ده في منتهى الخطوره جدا في الاقتصاد. لان انا بقى كمستثمر هبدا اخاف. انا اللي يضمنني ان كل شويه انت مش ترجع في قرارك. خاصه خلال الاربع اعوام الماضيه الرئيس اردوغان اقال اربعه من المحافظين البنك المركزي. فنحن في حاجه الى استقرار الفريق الاقتصادي، نحن في حاجه الى استقرار السياسه الاقتصاديه حتى نشهد طفره حقيقيه في الاقتصاد، حتى يتبوأ الاقتصاد التركي المكانه التي يستحقها. فتوقعي الرئيس اردوغان اذكى من هو يرتكب هذا الخطا. استاذي العزيز، الاقتصاد عامل من عوامل الانتخابات. احنا عندما نتحدث عن إدارة انتخابات لا نتحدث عن عامل واحد فقط. البعض بيبسط الأمور وبيختزل الانتخابات، يقولك الانتخابات يعني الاقتصاد، الاقتصاد حلو الناس هتنتخبك، الاقتصاد وحش الناس مش تنتخبك. لا، الاقتصاد عامل من العوامل، وقد يكون عامل مؤثر ولكنه ليس العامل الوحيد وليس العامل المسيطر.
لما نيجي بقى في الانتخابات البلديه الموضوع كمان اكبر. ليه؟ الانتخابات البلديه انت بتتحدث عن مقاطعات ومحافظات ومناطق صغيره. الايديولوجيه بتلعب دور. يعني مثال، في مناطق في تركيا مهما حدث ستنتخب حزب العداله والتنميه. في مناطق اخرى مهما حدث ستنتخب الحزب العمال الكردي. في مناطق اخرى مهما حدث ستنتخب الجي هي بي اللي هو الحزب الجمهوري التركي. ده نتيجه الايديولوجيه. يعني بشاك شهير مثلا، منطقه بشاك شهير مهما حدث هتنتخب العداله والتنميه. منطقه بشكتاش مهما حدث هتنتخب الجي هي بي. والله لو حصل ايه؟ فده عامل ايديولوجي. في عامل تاني، عامل المرشحين. من هو المرشح اللي موجود؟ خاصة احنا بنتكلم على مقاطعات او بلديات صغيرة. فعندك المرشح مراد قدامه المرشح يلمص. ده مواصفاته ايه وده مواصفاته ايه وده قدراته ايه وده قدراته ايه؟ فاختيار المرشح عامل. الحملات الانتخابية مهمة جدا جدا جدا. تاريخ المنطقة في الخدمات. يعني انا النهاردة المنطقة ديت مين اللي كان ماسك فيها البلدية؟ اللي كان ماسك فيها البلدية مثلا حزب اي بارتي. طيب خلال الخمس سنين اللي فاتوا الخدمات في المنطقه دي اخبارها ايه؟ الطرق اخبارها ايه؟ المياه، الكهرباء، مش عارف الاستادات، الدنيا انا كمواطن مبسوط بالخدمه اللي اداها ولا مش مبسوط بالخدمه اللي اداها؟ فلو افترضنا ان انا سعيد برئيس بلديه العداله والتنميه اللي بيدير منطقتي وادى فيها خدمات طيبه وكان متواصل معايا وكان وكان وكان، فحتى لو الاقتصاد انا مش راضي عنه بس انا عايز الراجل دوت وعايز المجموعه دي عشان عارف ان هي ادت اداء كويس خلال الخمس سنوات الماضيه. فده عامل اخر موجود. فحضرتك لا نختزل الانتخابات فقط في الاقتصاد. عشان برضو ابقى ادق، الاقتصاد هيؤثر في بلديتين اساسيتين عشان هما فيهم حجم اقرب الى دول، منها الى بلديه. بلدية اسطنبول العامة، مش في البلديات الصغيرة، مش بلديات المناطق، بلدية اسطنبول وبلدية أنقرة. نعم. وده اللي هو ممكن يكون الدائر حواليهم. إنما في الآخر مش بس الاقتصاد هو العامل اللي موجود. هنشوف مثلا في بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو، كلنا شايفين الناس اللي عايشة في اسطنبول لم يؤدي الأداء، ما شفناش نهضة في خدمات اسطنبول، بالعكس شفنا تراجع في خدمات اسطنبول. مؤيدين ويقول لك اصل ما فيش ايده حاجه، اصل الاقتصاد تعبان، اصل كان عنده عوائق، كل دي تبريرات. لكن المواطن الذي يعيش في اسطنبول لم يشهد طفره. طيب ايه اللي هيحصل؟ العداله والتنميه هل هيقدم شخصيه قويه تنافس وتستطيع ان تقنع الناخب التركي في اسطنبول ان هو هيستطيع ان ينهض بخدمات تركيا اسطنبول ويرجع بها مره اخرى الى عهد العداله والتنميه، ولا هيقدم مرشح تعبان زي ما قدمه علي باليلدرم قبل كده هوت، وده كان احد الاسباب الرئيسيه لخساره الانتخابات. هنشوف بقى. عشان كده زي ما بقول لحضرتك الاقتصاد ليس العامل الوحيد، عامل مهم ولكن لا ليس العامل الوحيد. بلا شك ما ننساش ان التبادل التجاري التركي الروسي تبادل تجاري قوي جدا. تركيا بتستورد ب 55 مليار منتجات روسيه. ال 55 مليار دولار دول لو انت حولتهم لعمله محليه فده بتخفف بشكل كبير جدا من الضغط ومن الطلب على الدولار، وبتحاول ان انت تسند العملة بتاعتك. وعلى فكرة هذا التوجه ليس توجه تركيا فقط، هناك دول كثيرة تسعى لهذا المنحة. طبعا لابد يكون عندك قوة سياسية وأوراق ضغط تستخدمها كي تصل لذلك. مش عايزين برضو ان احنا برضو عشان نبقى امناء مع المشاهد، البعض مثلا على مواقع السوشيال ميديا وغيره كان بيتكلم على البريكس ودخول دول معينه البريكس والكلام ده كله، ويقولوا خلاص كده البريكس الدولار بينهار. لا يا جماعه الدولار ما بينهارش. الانتقال من اقتصاد الدولار ومن هيمنه الدولار على الاقتصاد العالمي تحتاج الى عقود. ما بتتمش لا باتفاقيه ولا بتتم بسنه ولا بسنتين ولا بمجموعه بتتعمل، لا 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 خالص. ولكن كل دوله على حده بتحاول ان هي تتخلص تدريجيا، او بنقول بلاش اقول تتخلص عشان ابقى ادق، تخفف من ضغط الدولار ومن ارتباطها بالدولار. وده توجه جيد. فتركيا بلا شك مثل هذه الاتفاقات بتخدمها، وده اتجاه موجود. يعني تركيا بتتحدث مع دول كثيره على تبادل التجاري بالعمله المحليه.
اذا استطاعت ان تفعل ذلك هي بتخفف الضغط بتاع اللي موجود عليها على عملتها بشكل كبير جدا.